مثل زي ما تكلم الأخ علاء، عند الصومال، عندنا ليبيا، عندنا بعض الدول اللي تعاني من نزاعات فيه مجموعات ميليشيات خارج نطاق القانون تتصرف، لم تحرك اللجنة الفقهية ساكنة في هذا الموضوع. حتى الاتحاد الافريقي ككل كنا نتوقع منه ان يتحرك في قضية السودان او في قضية الجزائر من اجل الضغط على الحكومات كي لا تدخل دولة في اطار فراغ دستوري، او كي لا تلجأ العسكر للسيطرة على الحكم. ولكن نتيجة ضعف الاتحاد الافريقي وعدم تحرك الوقت المناسب كانت النتيجة عندنا في السودان. ارجع لموريتانيا حول الحريات العامة تماما، كنا نتوقع من عند إنشاء الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب اللي هناك رئيسها، أن تتم السيطرة على الكثير من الانتهاكات التي تقع، لا سيما تعرض أشخاص للتعذيب سواء كانوا في المعتقلات أو كانوا في السجون أو كانوا حتى تعرضهم للاعتقال والتعذيب من دون توجيه وتهم وإطلاق سراحهم، أن تكون هذه الآلية فعالة في مجال الوقاية من التعذيب. ولكن ما زالت بعيدة من المجال. بخصوص اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في موريتانيا التي هي آلية وطنية، مؤسسة وطنية منشأة بموجب مبادئ باريس، لم تقم بالدور الرقابي في مجال الحريات العامة المنشود أو المتوقع منها، لا سيما ما تقع لدينا دائما انتهاكات جسيمة لا سيما متعلقة بالحريات العامة، كالاعتقالات الصحفيين، كالتضييق على الجمعيات، كالتضييق على الأحزاب، كالتضييق على النقابات، ولم تتحرك اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، رغم أننا نتوقع الكثير منها حاليا بعد تعيين الأستاذ أحمد سالم أبو حبين عليها بصفته محامي وناضل وقد اكتوى يعتبر من ضحايا حقوق الإنسان، وبالتالي نتوقع منه الكثير في هذا المجال، أن تنهض اللجنة في مجال الحريات العامة في موريتانيا. وقبل ما أختم نحب الأستاذ علاء بصفته رئيس مجلس أمناء المنظمة العربية للإنسان وهو الارتباط على اللجنة، نطلب من اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان تفعيل آليات فعالة على المستوى الإفريقي تتعامل مع نشطاء حقوق الإنسان في حالة انتهاكات بصورة فعالة وتكون جادة وسريعة. وشكرا. شكرا أخي العزيز سيد عثمان ولد الشيخ طارق أخيار على هذه المداخلة، وشكرا على إيجاز أيضا.